الماكينة 4 سلندر 1500 سي سي 115 حصان بعزم دوران 145 نيوتن متر. الجير سي في تي. تانك البنزين 45 لتر يمشيك تقريبا 16.8 كيلو لتر الواحد. كيا كارنز العائلية بثلاث صفوف مقاعد سبع ركاب. دنوت مقا 16. إشارة بالمرايات. الإضاءة فل LED. الإضاءة الأمامية والخلفية. حساسات أمامي وحساسات خلفي. وهذا شكل الخلفية بكاميرا خلفية برضو. فتح قفل الأبواب وفيها تشغيل عن بعد. هذا شكل الداخلية. فتحة سقف. فتحة التكييف جاية فوق. طاولات طعام موجودة فيها. تقدر تتحكم بقوة التكييف من الخلف ومنافذ تايب سي. هذه تبغاها تكاية أو تبغاها مسند ظهر. هذه مساحة المرتبة الثالثة وبرضو مدلع بمنفذ تايب سي ومكان للأكواب وتكييف خلفي. وهذا شكل السيارة كامل. يعني ما أنت بشايل هم أطفالك وأنت مدلعينك بمثبت سرعة وأبل كارب.